نتعرف أكثر على هالرحلة وتفاصيلها الخاصة بسرنا. اليوم يشاركنا ضمن صباحنا غير النقيب علي محسن علي وأخيه عدنان علي اللي رافقوا بالمسير من مصياف وصولا إلى دمشق. أهلا وسهلا فيكم، الحمد لله على سلامتكم. أهلا وسهلا، الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم. يعني النقيب علي، رحلة طويلة وشاقة خطة خلال مسير التحدي، خلينا نحكي ونتعرف عنك أكثر، خاصة أنه أنت صبت أكثر من مرة باقي على رأس عملك وأيضا بتدرس، فخبرنا عنك أكثر. أنا نقيب طيار، تصابت قبل إصابة البتر 4 إصابات. الإصابة الأولى هي كانت طلق ناري باليد اليسار، أدت لأذية بالعصب، فالأربع أصابيع باليد اليسار كانوا واقفات عن أذية العصب، بتطول كثير لتتعافى. ولكن بعد إصابة البتر على المشي على الشبابات لفترة طويلة فتعاود حركة الأصابع والديات، صارت رجعت طبيعية والحمد لله. ولكن الإصابة الثانية هي كانت شظايا بالصدر، الإصابة الثالثة كانت بمنطقة دير حنا بريف اللاذقية، طلق ناري بالفخذ الأيمن قطعت مسافة 50 سم. والحمد لله كانت يعني بعد أسبوع أنا رجعت عملي نظام. الإصابة الرابعة هي كانت طلق ناري بالرأس 26 قطبي، صار نزيف عنكبوتي لثلاث أيام وارتشف لوحده. يعني الإصابة الخامسة هي كانت على طريق الرقة بدنا إسريا باتجاه مطار الطبقة، محاولة التحرير الفاشلة قبل اللي كانت تحرير مطار الطبقة من سنتين بال 2016، فانفجار عربي أدى لبتر الساق اليسار من فوق الركبة والساق اليمين ضياع مادي كتير كبير. يعني الحمد لله على سلامتك. أكيد الحمد لله على سلامتك، ونحن كتير فخورين أن أنت موجود معنا اليوم ضمن صباحنا. يعني اللي له عمر ما بتقتله شدة، ونحن ما نحن دايما نستمد عزيمتنا وقوتنا منكم ومن صمودكم. عدنان، يعني أنت واكبت المسير مع النقيب علي وأيضا دايما كنت داعم له، كيف كانت الرحلة وأيضا كيف كان استقبال الناس لكم وردة فعله معكم وكيف رحبوا فيكم؟ استقبلونا الناس بكل حفاوي بكل محبة، وكانت بيوتهم مفتوحة لنا. طبعا بكل منطقة كان الاستقبال بيختلف عن منطقة تانية، بالعربات الشامية بكل منطقة كان لها نوع بأنواع الاستقبال، حتى كانوا أنه يعني يتزاحموا على بعض مين بده يستضيفنا عنده ببيت، وكانوا يجوا أهل الضيعة اللي ننزل نحن فيها بالمنطقة يجوا يسلموا علينا ويشوفوا إذا أي شيء بيلزم. وهي هي طبيعة الشعب السوري المضياف اللي بنعرفها. نعم أكيد. يعني خلينا نحكي، فت بيوت كتير من العالم، كتير من العالم استقبلتك بحفاوة وبطيبة بمودة، قدي هذا الشيء عم بيولد عندك شعور بالمسؤولية لفعلا وارتياح يعني عام، خلينا نقول بهي الفرحة اللي عم تفت بيوت العالم المبسوطين فيك، وقدي بيعمل مسؤولية لتكمل بمسير التحدي. طبعا نحن لما انطلقنا مرينا بالمناطق المحررة كلها حديثا، بمنطقة الحولي بحي الوعر كان الاستقبال من أهالي حي الوعر استقبال كتير كبير. تابعنا باتجاه معلولة باتجاه الأستراد باتجاه حمص ريف القلمون، فكان الاستقبال بريف القلمون بداية بقارة اللي هي بوابة الريف، الاستقبال العفوي من الشعب الطيب من الناس الطيبين، فتنا على البيوت النبكية الريفية، الاستقبال كان كتير حلو وكتير كبير. فهذا الشيء كان يخلينا كل مرحلة تزيدنا أسرار نكفي الطريق باتجاه نهاية المسير. يعني حضرتك عندك إرادة قوية ومعنويات عالية، قديش هذا الموضوع عم تحاول تنشره بشكل أكبر وتنشر صمودك وتحديك واستمرارك على الحياة على يعني العمل؟ وأيضا يمكن كمان ذكرنا أنه في متابعة لكل أعمالك. طب رسالة وفاء وإخلاص لشهدائنا اللي ضحوا لحتى وصلنا لهالأمان اللي نحن فيه، هي رسالة للإنسان السليم جسديا قبل الإنسان المعاق، إنه الإنسان المصاب أو الجريح أو اللي عنده أي حالة
فهو بإرادته بيقدر ينفذ أي شيء. طبعا أنا قبل المسير هذا أنا عدت لعملي كضابط، وعدت صرت طالب بكلية العلوم السياسية ومتابع رأس عملي بشكل مستمر، ونفذت ثلاث مهمات بحالة البتر، وكل مهمة كانت بحدود الشهر للأربعين خمسين يوم كل مهمة يعني بالعراء. فأنا مثل أي إنسان أي مقاتل تاني نفذ بهالمهمة. ونحن كضباط كمصابين كجرحى حرب، أغلب الضباط اللي تصابوا أغلب المقاتلين اللي بقي على رأس عمله فهو بقي ما ينفذ أعماله بشكل جيد وما ينفذ يمكن أكثر من المطلوب. نعم، يعني رجال جد ما في أحلى من الإرادة والتصميم لحتى تستمر الحياة بالشكل اللي نحن بدنا إياه. عدنان، يعني شفناك مرافق لخيك بكل المناطق وبالمسير بالمناطق اللي طبعا زارها، خلينا نحكي قد ايه عطاك هاد كمان دفع أنتو كأهله، يعني هي التصميم والإرادة اللي عم نحكي عنها قد ايه عطتكم أنتو كمان دفع وفخر، يعني دبل دبلين خلينا نقول. هو علي عنده عزيمة وإرادة قوية وإنسان طموح، هذا أعطانا الإصرار والقوة على متابعة الحياة، يعني خلى المشاكل الثانية تهون أكثر، إنه هو بالعكس يعني إنه تغلب على ظرفه وليكو عنده هالإرادة ليكمل حياته، فهذا الشيء قد إيه نحن بحاجته حتى بالمجتمع السوري. هو أعطانا القوة والإصرار مو بس إنا كأهل، لكل المجتمع، إنه الإنسان اللي عنده صعوبات سواء كانت إعاقة أو إصابة قادر إنه يتجاوزها إذا كانت عنده الإرادة والعزيمة. نعم. علي، حابين نعرف اللحظات الحلوة اللي مريت فيها خلال المسير، وفي لحظات يمكن أثرت فيك أكثر من غيرها. اللحظات الحلوة هي بداية كانت من الانطلاقة، طبعا من بداية الحرب من بداية الأزمة، فما سمعنا زلغوطة فرح غير كلها بجنازة شهيد أو يعني بحزن. أما يوم اللي انطلقت أنا من قريتي من مصياف من بشنين بعرين، فكانت صوت زلغوطة الفرح معباي كل المنطقة. ثانيا استقبال الناس ابتداء من الريف بقارة بالنبك بالمراح قرية الورد الشامي بكل المناطق اللي مرينا فيها، فهالحفاوة الناس العفوية وطيبة الناس هي اللي كانت أجمل اللحظات اللي تعرفنا. هذا هو الشعب السوري اللي نحن متعودين عليه قبل الأزمة. طبعا نحن مرينا بكل المناطق المحررة حديثا، فمن اللحظات من الأشياء الحلوة اللي كانت بهالمسير بالمناطق بدوما بالغوطة، إنه محل مهدم بناء محل مهدم بيت مهدم، البيت الثاني جنبه حياة طبيعية، بيت مهدم محل مهدم المحل الثاني مفتوح والعالم فايتي طالعة. فإرادة الحياة للشعب السوري فوق كل شيء، وهذا هو الشعب السوري اللي احنا بنعرفه قبل الأزمة وبعد الأزمة. وطبعا أنا قطعت هالمسافة من مصياف لبشنين 240 كيلومتر، ولكن هي بالحقيقة ما كانت 240 كيلومتر، هي كانت بداية كأنه أنا قطعت من أول بيت بالقرية عنا لآخر بيت. وطبعا بالضيعة بجوز في بيوت أنا ما منفوت دق الباب وفوت عليها، أما هوني أنا وين ما وصلت على الطريق بأي مكان انتهى مسير اليوم أنا فيني دق الباب وفوت نام بأي بيت على الطريق. وطبعا هو الأمان، يعني نحن مشينا 10 أيام على الطريق، ف 10 أيام بالليل بالنهار ما عندنا مشكلة، فهو أكيد. هذا هو الأمان للشعب السوري وأمان سوريا الحلوة. وإن شاء الله قائدنا المفدى بشار حافظ الأسد وجيشنا الباسل والشعب السوري الطيب كله بألف خير وينعاد على الجميع بالصحة والخير. أكيد، وينعاد عليك كمان، لأنه نحن فعلا علي بوقت بحاجة لنشر السلام والأمان كمان بالرغم من كل الظروف اللي مرقت على السوريين، إلا أنه نحن أثبتنا أنه شعب صامد. وشكرا لك، هاي الصور والذكريات اللي حتضل محفورة بذاكرتك بالإضافة لصور الميدان اللي كمان محفورة بذاكرتك، كلها تجارب عملت منك هالبطل اللي هلأ قاعد معنا ونفتخر فيك. أكيد لسه بدنا نحن نتابع باتجاه هذا المسير، رح يكون هو رح نعيده بتجربة أطول، مسافة أطول وزمن أقصر ليكون يدخل بكتاب جينيس إن شاء الله. أكيد نحن نتمنى لك الصحة والعافية الدائمة والاستمرار بهالتحدي اللي أنت بلشت فيه. شكرا كثير ونورتوا صباحنا. شكرا إلسوان، تشرفنا. شكرا لوجودكم. هلأ